السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويوميات حفصه. اليوم كذلك غنشارك معكم واحد الخريجه رائعه، غنخرجوا على نطاق الطبخ والشهيوات. المهم غنمشيو لواحد البلاصه زوينه سميتها اكافي. دابا حنا في المشاور، غنخرجوا على المشاور وغادي ندخلوا على المحاميد. المهم البنات شوفوا المشاور شحال زوينين والربيع تبارك الله. صافي هنا باقين في المشاور، غادي نخرجوا دابا غنمشيو على المحاميد. المهم هادي فرصه حتى للناس اللي ما كيعرفوش مراكش بزاف يتعرفوا عليه. صراحه انا هاد البلايص ما عمرني ما وصلتهم، غير رجلي اللي كيوريني. هنا المحاميد سعود وغنطلعوا على المحاميد 10. المهم هنا هي جهه المطار. صافي دابا واقيلا في المحاميد 10، ما عرفتش انا البلاصه بالضبط. صافي غادي نطلعوا على الطريق، دابا غنمشيو على طريق اي تيمور بحال طالعين لاي تيمور. صافي هنا المهم الطريقه البنات زوينه، باش زوينه فيها الشجر والخضوريه، وباش خايبه الطريق شوي ضيقه. حنا مشينا غير الموتور الهواء الطلق احسن حاجه. المهم غادي ندوزو على واحد الواد سميتو واد نفيس او واد نفيس، المهم ما عرفتش بالضبط التشكيله ديالو. هو زوين، اول خطره كندوز عليه ولا كنمشي ليه هو هذا. صافي غنبقاو شادينا واحد الطواله هكا. المهم البنات راني زربت لكم الفيديو، راه تقريبا انا صورت الطريق كلها ولكن انا نقصت منها وزربتها لكم باش ما نكثرش عليكم وما نطولش حتى الفيديو، كذلك ما نكثرش لكم الهضره. راه حتى دابا ما كنهضرش بزاف حيت ما عرفاش هاد البلايص بزاف بزاف. المهم هي الطريق زوينه خضرة صراحه، كتخضري عويناتك. والبلاصه اللي غادي لها والله البنات زوينه، دابا تشوفوها كيفاش دايره. عندنا صراحه بلايص زوينين في مراكش، غير الواحد خصو يخرج ويدور ويكتشف ويعرف، احسن من الواحد يكون جالس في الدار. اللهم الواحد يعرف البلايص. المهم انا دخلنا البلاصه اللي جينا ليها اللي سميتها اكافي، وصلنا. هاد الطريق صراحه زوينه، دايره بحال هاد البلاصه دايره بحال الصحراء، وفيها الخيام عوض هما عباره على وطيلات، ولكن دايرينهم بالخيمات، دايرين بيوتا والقعيدات وداكشي كله هو بالخيمات والبيبان وداكشي، ولكن داكشي زوين وراقي. هنا كاينين الجميلات بالنسبه اللي بيركب على الجميله او دوك المطر الكبار. صافي ها نتوما كيف ما كتشوفوا الطريق زوينه زوينه وداكشي زوين. صافي ها نتوما كيف كتشوفوا الاجواء زوينه. هادشي هنا راه دخلنا للبلاصه اللي غنمشيو ليها حنايا. دابا كاينين بزاف البلايص وكل بلاصه وسميتها. صراحه انا هاد البلاصه تعرضنا ليها واحد صحاب راجلي اللي عرضوا علينا، واحد البلاصه زوينه صراحه، وكان حتى الاستقبال داكشي رائع. صافي هنا وصلنا للبلاصه اللي جينا ليها. صافي وهنا واخيرا وصلنا من بعد واحد الجبده ديال الطريق. صافي وصلنا، صراحه هنا البلاصه زوينه. هاد السيد هو مول هاد البلاصه، صراحه استقبلنا مزيان، كنقول له شكرا. شوفوا البنات هاد الدخله، ديك القعيده بحال ديال صحراوه. هاد البلاصه ديال الغداء، هنا فين كيتغداو، ومسافه باش كتمشي للبلاصه فين كيعوموا. صافي هنا سلمى فرحانه، انا كتقول لك هي واش بغيت نمشي نعوم، بغيت نعوم. المهم هنا زوينه البنات والله، هادي نيت فرصه باش الناس يتعرفوا على هاد البلايص، لانني انا اول مره كنوصل هاد البلاصه. انا والله هاد البلاصه زوينه سميتها اكافي البنات. صافي وهنا وصلنا للبيسين. انا كنزربت الفيديو بزاف باش ما نطولوش عليكم. صافي هنا وصلنا، وسلمى راه فرحانه كتقول لبابا هنزل. هنا غنجي باش نحيد لها حوايجها باش تمشي تعوم، حيت صدعت لي راسي. شوفوا البنات على جو، شوفوا على منظر، والله
صراحة زوين زوين بزاف. ايوا هنايا واخا الشميشانة كانت الحرارة سخونة الشمس، ولكن الما بارد شوية. سلمى ما جاش الما بارد عجبها، صافي بقات هكا كتعوم. ومزيان نيت والله الواحد يخرج ويفوج ويبدل الجو، حتى النفسية ديال الواحد كترتاح وكتبدل. عجبان الماء. انا ما عمتش حيت ما كنتش معوله، صافي مزيان غير منين عمت غيص المباركه. شوف البنات على المنظر ديال البيسين كيطلع هكا بحال الصحراء، والله بحال هنايا راه داير بحال اللي كاين في الصحراء. داك الديكور اللي دايرين ودوك الخيمات وداك الشيء زوين زوين. صافي كتشوفوا المنظر كيف داير. هادوك البنات اللي تما دوك الخيمات هما بيوتا بالخيام، دايرينهم بالخيام زوينين. سلمى عجب الحال وما سخياش، طلع من الماء. صافي هنايا راه تشبخات نيت وجات مبرونزيه. صافي انا كنصورهم وكنعاود نرجع نصور لكم انا، حيت الصراحه عجبني بزاف. كنعاود نرجع نجلس شويه وكنعاود نوض، ما سخيتش. عجبتني هاد البلاصه والله زوينه زوينه بزاف. البنات غير سيروا ليها ومن هاني تبدلوا الجو. واخا الطريق ديال هاد البلاصه صعيبه شويه، ولكن ماشي مشكل، مره في شحال ما كيهمش. صافي كنقول سلمى يلا والله ما بت ما بت ما بتش تطلع من الماء. شفتو على منظر هذيك البلاصه تما اللي بغى ياخذ شي عصير ولا شي حاجه كياخذها من تما. كيف قلت لكم حيت البلاصه ديال الغداء بعيده من البلاصه ديال العمال، عازلين داك الشيء صراحه زوين ونقي. صافي هنايا غادي طلع سلمى بزز، طلعتها من لابيسين. غنمشيو دابا نتغداو، بدلت لها حويجاتها. صافي غاديه فرحانه ونشطه. صافي غادي كتشطح، كاين تما واحد السيد كيغني داكشي ديال قناوه. دابا حبس الصوت حتى نوصل، حيت كيتسمعي داك الصوت ديال البرد. حتى نوصل غنطلق لكم ديك الساعه الصوت باش تسمعوه مزيان. سلمى النشاط مع داك القناويد زدنا باش نتغداو. صافي حطوا لنا هنا في الاول واحد الشليدات زوينه صراحه، داكشي رائع، ماكله زوينه. صافي هنايا كلينا داكشي مشوي المشويات، عاود حطوا لنا واحد التويجين ديال الطنجيه توب توب زوين. وهذه واحد التحليه حتى هي رائعه. سلمى ماكلات كاع داكشي، هي بغات غير الحلاوه، عزيزه على الحلاوه. صافي وبعد ما تغدينا دابا راجعين في حالنا.
صراحة ما سخيتش، وحتى سلمى ما سخاتش، كتقول لك ماما نرجع للبيسين. صافي كنقول لكم السلام عليكم، وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم غير جيو لهاد البلاصه، راه زوينه بزاف بزاف. بسلام عليكم، ان شاء الله الى فيديو اخر وخريج اخرى او وصفه اخرى. الى اللقاء. We'll be right back.